السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر، وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها والنتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 81 حالة جديدة، 69 حالة تمثلت للشفاء، 11 مريض متواجد في العناية المركزة، 4 وفيات. الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل مواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الارتداء الإلزامي للقناع. فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.